افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل طويسي يوم التوظيف والتدريب السنوي في كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية، والذي شارك فيه 35 شركة أردنية تستقطب طلبة كلية الهندسة التكنولوجية للتعيين أو التدريب فيها. وفي كلمة لمعالي الدكتور عادل طويسي أكد خلالها أهمية اليوم الوظيفي لمساعدة الطلبة والطلبة الخريجين في البحث عن الوظائف بالتخصصات المناسبة وبالاتفاق مع الشركات والمصانع في الأردن. الواقع أنه برنامج يعني اليوم التوظيفي مهم جدا لإنشاء العلاقة بين أول شيء الجامعة وكلياتها والقطاع الصناعي بشكل عام، وبين الطلبة بالذات ومستقبلهم الوظيفي، لأنه هذا بيعطي فرص للشركات للتعرف على قدرات الطلبة وعلى الطلبة المتميزين واستقطابهم للتوظيف، ويعرف الطلبة على مؤسسات الدولة، فهنا تكمن الأهمية. رئيس الجامعة عبد الله سرور الزعبي أشار إلى أن اليوم الوظيفي السنوي يعتبر من أهم الفعاليات في الجامعة، لأنه يسهل على الطلبة والخريجين عملية البحث عن وظيفة تناسب تخصصاتهم. يعني هذا اليوم زي ما انتم شايفين يتوج نتيجة مساعي مشتركة ما بين الجامعة ممثلة بكلية الهندسة التكنولوجية والقطاع الخاص، ونحن نسعى يعني جاهدين في الجامعة إلى بناء شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص، وبهدف تدريب طلبتنا في كلية الهندسة التكنولوجية وغيرها من الكليات في شركات القطاع الخاص، بهدف الاطلاع على قدرة طلابنا وإكسابهم المهارات والخبرة من الشركات مباشرة، والمساهمة لتسهيل الطريق وفتح تعبيد الطريق أمام طلابنا للتوظيف في القطاع الخاص عندما يثبتوا هذه الجدارة، وأيضا حتى نفتح الطريق لأعضاء الهيئة التدريسية ليقوموا ببحوثهم العلمية المشتركة في الشركات مباشرة، بحيث نعطي الطابع التطبيقي للبحوث العلمية ومشاريع التخرج أيضا للطلبة. طلبة ومنظمون ومندوبو شركات أعربوا عن سرورهم بتنظيم اليوم الوظيفي، مشيرين إلى أهمية هذا الملتقى بمساعدة الخريجين وتسهيل عملية البحث والتعاون مع الشركات. هلا هذا اليوم الوظيفي بيعمل على جذب شركات بسوق العمل حتى يقدمها للطلاب، بدل ما الطلاب تظهر على الشركات وتطلع برا وتدور على الشركات، لا احنا بنجيب الشركات لهون عشان نقدمها للطلاب بشكل اسهل واضمن. هذا بيعمل على ربط بين الطلاب وسوق العمل قبل ما الطالب يتخرج ويظهر للسوق، بيحاول انه يعرف شو متطلبات سوق العمل عشان يأهل نفسه قبل ما يتخرج. وبالنسبه للطلاب اللي تخرجوا بيقدروا يقدموا يعني للشركات بالسيفي من هون ولو يقدم نفسه عشان يتدرب فيه وبرضه يشتغل. هلا مبدئيا النادي الهندسي التكنولوجي هو النادي المنظم لهذا الايفنت بالتعاون مع قسم التطوير والتدريب، هو اول نادي رسمي تاسس بجامعه البلقاء التطبيقيه كليه الهندسه التكنولوجيه، بيختص بالجانب الهندسي العلمي التكنولوجي. رؤيته كل مهندس من جامعتنا سيحدث تغيير، وهدفه انه يربط الجانب النظري بالجانب العملي عند مهندس بجامعتنا، ويخلي طالب البوليتكنيك إنسان متميز بسوق العمل. فانطلاقا من هاي الرؤية عملنا اليوم الوظيفي، يوم التوظيف والتدريب اللي بنحاول نوفر فيه فرص عمل. احنا أول شيء بنشكر جامعة البلقاء على الاستقبال اللي عملوه على المعرض الوظيفي، صراحة كثير مرتب. احنا شركة أمنية دورنا اليوم موجودين هون عشان نشوف الطلاب المتخرجين، الطلاب اللي ساتهم عم بدرسوا لهلا. احنا في عنا كثير وظائف موجودة عنا، تمام، يعني حتى اللي لساته عم بدرس في له فرصه انه يشتغل معنا من هلا. احنا اليوم جايين هون لحتى نشارك باليوم الوظيفي تبع جامعه البلقاء، لانه في كثير تخصصات زي الاوتوترونكس والميكاترونكس، واحنا عاده بنوظف عن طريق هدول الجوب فيرز. وسلم رئيس الجامعه درع الجامعه التكريمي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل طويسي والدكتور جلال العساف متصرف لواء ماركا والمقدم زكريا مهيدات مدير مركز امن ماركا وعضو مجلس امانه عمان السابق محمد ارتيمي عن المجتمع المحلي.